لم تلتفت تركيا بعد إلى إخفاقات اقتصادها، والذي سجل تراجعا خلال الربع الثالث للعام الماضي بلغ 1.1%، والانهيار عملتها الوطنية والتي سجلت أيضا تراجعا بلغ 28% في مواجهة الدولار، ولا حتى زيادة نسبة المهاجرين من أبنائها في سابقة لم تحدث من قبل. بل يتعمد رئيسها رجب طيب أردوغان تحقيق شهواته السلطوية وحلم العثمانية الجديدة بالتدخل العسكري المستمر في الشمال السوري بذرائع عدة، أبرزها مطاردة قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل العماد العسكري للأكراد. وتزايد الأمر بعد إعلان أمريكا الانسحاب من سوريا بعد هزيمة داعش، وهو الأمر الذي كاد أن يستغله أردوغان في مذبحة جديدة ضد الأكراد على غرار مذابح الأرمن لولا تدخل أمريكا مرة أخرى، وهو ما ادعى أنه على خلاف معها بشأن ذلك، وأطلقت تصريحات رنانة ضدها، ولكن سينتهي الأمر مثلما انتهت قصة القس الأمريكي برانسون. ولم يقف أردوغان عند أطماعه في سوريا، بل وصل الأمر إلى محاولاته التدخل الدائم في الشأن الليبي، والذي تسانده فيه قطر بحكم دعمها للجماعات الإرهابية في ليبيا، وهو ما كشفه في عدة تصريحات منفصلة للعميد أحمد المسماري المتحدث باسم المشير خليفة حفتر، وكان آخرها ضبط أكثر من شحنة للأسلحة التركية مهربة إلى الداخل الليبي. وطالبت ليبيا بتحقيق دولي لمعرفة ملابسات شحنات الأسلحة التركية المتكررة والتي تسعى لتأجيج العنف بين أبناء الشعب الليبي. لم تقف تركيا عند تورطها في الملفين السوري والليبي، بل زاد الأمر لمحاولة تأجيج الصراع في اليمن أيضا، حيث دائما ترغب نوايا العثماني في أن يكون جزءا من المشهد بمعاونة قطرية. لم تمنع فشل وزير الخارجية التركي جاويش أغلو من دعوته عقد اجتماع دولي بشأن اليمن في 10 من الشهر الجاري، ولكنه أعلن في ذات الوقت أن الأزمة اليمنية ستكون على رأس أولويات تركيا العام الحالي. وتسعى تركيا لتأسيس قاعدة عسكرية جديدة لها في شبه الجزيرة العربية بعد قاعدة الدوحة، كما تسعى لدعم الموقف الإيراني في الأزمة يساندها دعم داخلي في اليمن. حلم العثمانية الجديدة سيقود تركيا بلا شك إلى الهاوية، وستعود من أحلامها بخفي حنين دون أن تجني شيئاً.